عليكم ورحمة الله. متتبعي الكرام، اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير غريبة ديال اللوز، جد سهلة والمنكهة بالحامض. نمروا المقادير إن شاء الله. أولا غادي نحتاجو 400 ديال الغرام ديال اللوز المجروش أو البودرة ديال اللوز، كنشتريه من المحل جاهز. لما كانش عندنا جاهز كناخذو اللوز وتنديرو في الماء اللي تيكون مغلى سخون، وتنخليه تيطهى بعد شيء باش يتحيد ليه الجلفة أو الجلدة ديالو بسهولة. من بعد كنحيدو ليه الجلدة ديالو، كنشفوه جيدا وكنطحنوه. الآن غادي نوريكم أيضا تتمة ديال المقادير ديالنا. غادي نحتاجو الملعقة كبيرة ديال الزبدة، ما تكونش مملوءة بزاف حيت هنا استعملت غير 400 غرام ديال اللوز، لكانت 500 غرام اللوز غتكون مملوءة جيدا. غادي نحتاجو القبصة ديال الملح، خميرة كيميائية أو البيكين باودر ديال الحلويات، عندنا هنايا ساشية وحدة أو 8 ديال الغرامات، ملعقة كبيرة كونفيتور ديال المشمش، غنحتاجو أيضا ملعقة كبيرة ونصف ديال الطحين أو الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، غنحتاجو 100 غرام ديال السكر الثقيل أو السكر كلاصي اللي غادي نمزجوه مع اللوز ديالنا المجروش أو المطحون، غنحتاجو لاغوم ديال الحامض أو نكهة الحامض. هنايا عندي، يمكن لكم أيضا توضعوا الجلفة أو القشرة ديال الحامضة محكوكة، أنا ما متوفرش عندي. الآن غادي نوضع غير الحامض على شكل سائل نكهة، غنوضع منه واحد الملعقة صغيرة، وغادي نضيف ملعقة صغيرة ديال ماء الزهر أيضا. وبطبيعة الحال غنحتاجو أيضا الحبات ديال اللوز اللي حمرتهم بعض الشيء في الفرن باش غنزينو الوجه ديال الغريبة ديال اللوز ديالنا. غنحتاجو أيضا الحبة ونصف ديال البيض، هنايا عندي جوج حبات صغار، وغنحتاجو بطبيعة الحال واحد الرابعة أو 250 غرام ديال السكر الساقي اللي غادي نمرو فيه أو غنفندو فيه الغريبة ديالنا. نمرو الآن طريقة ديال التحضير إن شاء الله. الآن غادي نوضعو النواشف مع البودرة ديال اللوز، نضفنا السكر الكلاصي، نضيفو القبصة ديال الملح، ونضيفو الخميرة الكيميائية، ونضيفو الدقيق الأبيض، ونمزجو هاد العناصر كلها مع بعضها جيدا. الآن نوضعو الزبدة، ذوبتها بعض الشيء في الميكروويف، نضيفو الكونفيتور، نضيفو لاغوم أو نكهة الحامض، ونضيفو أيضا الزهر أو ماء الزهر. وبالنسبة للبيض غادي نطربو البيض، نطربو واحدة أولا، نطربو بيضة واحدة أولا، ونضيفوها، ونمزجو العناصر ديالنا جيدا. كيف ما كتشوفوا انايا مازال كنجمع فيها، جاتني قاصحه شويه، غادي نطرب البيضه الثانيه، نضيف نصف الكميه ديال البيضه الثانيه، نفس الطريقه اللي كنحضروا بها الغريبة ديال القرقع هي اللي كنحضروا بها الغريبة ديال اللوز. هانتوما من بعد ما جمعتها جيدا غنضيف غير قليل ماشي كلشي،
غادي نوضع هذا الخليط على جنب او في الثلاجة يتماسك لمدة ديال 10 دقائق بما يشرب لينا جيدا. عاد غادي نبداو نشكلو في الكويرات ديال اللوز ونفندوهم في السكر كلاصي ونوريكم كيفاش غادي نشكلوهم من بعد. الان من بعد ما خلينا هاد العجينه ترتاح وتشرب جيدا غادي نبداو نشكلو كويرات احجام متوسطه ام صغيره على حساب الرغبه ديالكم. ونوضعوا شويه ديال الماء او الماء ديال الزهر في يدينا باش تسهل علينا العمليه باش غنكوروها هكا هاد الشكل ونوضعوهم السكر الكلاسي باش نوريكم الطريقه اللي غادي نعتمدوا عليها باش نشكلوها. ناخذ الملعقه ونمشيو بهذا الشكل هذا بهذا الشكل وناخذ حبه ديال اللوز ونوضعوها بهذا الشكل هذا ونوضعوها في اللاطه ديال الفرن اللي سبق ليا دهنتها بالزيت ورشيتها جيدا بالفرص باش ما يلصقوش لينا هاد الغريبات الصغار ديالنا. ونكملوا بنفس الطريقه ونعاود معكم واحده اخرى. كناخذوا على حيط هكا كنوضعوها في السكر الكلاصي كنفندوها جيدا كناخذوها بهذا الشكل كناخذوا الملعقه كنمشيو بهذا الشكل هذا وكنوضعوا حبه ديال اللوز بهذا الشكل هذا كنضغطوا وكنوضعوها في اللاطه ونكملوا بنفس الطريقه ونخليو واحد الفراغ ما بينات كل واحده باش ما تلصقش لينا ملي تبدا تنتفخ في الفرن. ونخليو الفرن يسخن على درجه ديال 160 دغري سيليسيوس وندخلوهم يطهوا من الفوق ومن التحت او من الفوق ومن الاسفل لمده ديال 10 دقائق حتى 12 دقيقه حتى او حتى يتحمروا لينا واحد شويه يولي اللون ديالهم ذهبي ونخرجوهم من الفرن. هو الشكل ديال الغريبه ديال اللوز ديالنا من بعد ما رشمناهم بالملعقه او بسكين على حساب المتوفر. الان غادي ندخلوهم للفرن يطهوا كيف ما سبق ليا ذكرت المده ديال 10 حتى 12 دقيقه او حتى يولي اللون ديالهم ذهبي في درجه الحراره ديال 160 دغري سيلسيوس ونشعلوا عليهم النار من الفوق ومن تحت. الشكل النهائي ديال الغريبه ديال اللوز ديالنا نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانها تجربوها بدوركم. ما تبخلوش عليا بلايك وبشير لعجبتكم لا فيديو واللي مازال ما تابوناش يتابونا دابا في القناه باش يوصلوا كل جديد اعمال ديالي وضغطوا على الجرس باش يوصلكم بطبيعه الحال جميع الفيديوهات الجداد اللي تنزلهم على القناه. وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم.